محمد ابني هو اللي كان بيشتغل ب60 جنيه ولا 50 جنيه. ها ابنك الكبير؟ هو ابن الكبير. هو ابن الكبير ما فيش غيره عندي. هو الكبير ولا كان بيروح يشتغل وبتاعه و... كان بيدرس ولا ايه؟ في المدرسه. في المدرسه وهو بيقعد من المدرسه يشتغل يومين وبتاع عشان مصاريف. فما فيش يعني حالتنا الحمد لله على قدها و... والحمد لله. هو برضك نقص له عيلين وهو برضك يعني الحمد لله يشكر انه عمل كده. واحنا حال الناس هنا تعبانه يعني حاله الناس اللي كلها ماتت دي تعبانين بطريقه ما تتصورهاش. عرفنا محمد يعني عمل دور بطولي الحمد لله قز اثنين وضحى بنفسه يعني. الحمد لله ضحى بنفسه والحمد لله وراء عند ربنا هو اللي جابه هو اللي خده والحمد لله. فاحنا يعني مطالبين بس ان احنا يعني ياخدوا بالنا منا شويه لان احنا الناس هنا تعبانه. احنا تعبانين خالص. احنا اعتبر ميتين. الميتين ارحم منا واحسن منا يعني. احنا ما فيش خالص. الناس هنا يعني ما معاش حق كل السكر تشتريه هنا. الناس تعبانه هنا خالص. فاحنا بنطلب برضك بنقول له عايزين كوبري عشان الخلق اللي بتعدي دي طلع القرار يشكر ان طلعنا قرار للكوبري. يعني هي الناس هنا بقى بيعدوا من ميه واللي خدوا يعني هم اللي غرقهم ده في الميه. فيعني احنا بنطلب من ربنا ان ياخد باله منا بس. شاف القرار ده كويس يا قرار الكوبري ده كويس؟ كويس اهو كويس مش وحش. كويس لان في ملايين بيعدوا لان الناس هنا بتعدي الجبال من مفيش فلوس خالص. يعني مش واخدين بالنا منا. يعني احنا تعبانين هنا خالص. انا والدة محمد صبري اللي ضحى بعمره عشان ينقذ صحباته. نزل نقص اطفال قازح عليهم البحر. طلع اتنين نزل يجيب التالتة ولدي شدوه ما طلعش. دي عشتنا. دي كان سندي. هو اللي كان بيصرف علينا. كان بيقعد من مدرسة والبتاع وياخد دروس عشان يساعد ابوه المريض العيان. ابوه كان عنده مرض عن مخه وعمل عملية. ودي عشتنا ودي بيتنا ودي حالنا. وهو ما عنديش الا اتنين اصغر منه وما فيش اي دخل لينا. هو ده اللي دخل اللي كان بيجاب لنا الجنيه. كان بولد انا هساعد ابويا وانا هبقى سند لابويا بس راح مننا. نعمل ايه؟ اي حاجه بقى ساعدونا بيها. طب انت نفسك في ايه؟ نفسكوا في ايه؟ نفسنا يشوفنا بس في بيتنا ده. حياه كريمه تبص لنا. مش عارفين نقعد. بيجي علينا الشتاء بنغرق. والله تعبت فيه وما فيش اي دخل لنا ولا اي حاجه. ساعدونا اهو. كان بيجيب لنا الجنيه. كان بيساعد مع ابوه وكان بيطلع دروسه وكان مقدم في الكوره. كان عايز يبقى نفسه. كان بيقول انا هبقى حاجه. ده انا اللي هبني لكم. ده انا اللي هبقى سند لكم يا امه. بقى يسند لنا وكان هيعمل لنا كل حاجه. راح مني والله. راح وما عوضه بايه ولا اي حاجه في الدنيا بعد تعوضني بيه تاني. بس بوصلنا بقى ما فيش دخل تاني. او كان بيساعد ابوه في جنيه. كان بيجيب لنا حاجه. كان سته معانا. كان يمكن سته اللي معايش انا على المعاش بتاعه. بص قاعده بتقبض 900 جنيه. ادينا بناكل وبنشرب منه والحمد لله.